أنا حرب المهدي أبو العنين يا باشا. شكرا يا شوي السجن. يا حربي هديت وعقلت وهتحكي لي على اللي حصل ليله اول امبارح ولا لسه عايز تتروق تاني؟ يا باشا انا من ساعه ما خرجت بالسجن وانا في حالي وماشي جنب الحيط. وخناقتك مع قبضايا ورجالته؟ يا باشا والله العظيم انا ما اتخانقت مع حد. انا كنت راجع امبارح في امانه الله لا بيا ولا عليا، فجاه ولقيت الجدع اللي اسمه قبضايا ده اللي شغال عند المعلمه انشراح كان اللي في الضلمه هو رجالته وغفلوني. قمت انا بقى قصرت الشر وهربت منهم وجريت ونطيت في عربيه الواد زيد وبعدت عن الحته خالص يا باشا. ابقى انا غلطت في ايه؟ والاتنين اللي ضربتهم يالا هما اللي هجموا عليا بالسنج والمطاوي وكانوا عايزين يدشملوني خالص وانا يا دوبك كنت بدافع عن نفسي. يعني انت عايز تفهمني ان سبب الخناقه قبضايا ورجالته وانت بقى البريء الضحيه المظلوم؟ ها سعادتك سالت وانا حكيت لك اللي حصل. ولا انا ما باكلش من الكلام ده. قطع من جسمي بالحته يا باشا، ما عنديش اي حاجه تانية اقولها لان هو ده اللي حصل. وبعدين سعادتك يعني لو مش عايز اي قلق في المنطقه خلي الجدع اللي اسمه قبضايا ده يبعد عني خالص وفهمه ان انا خلاص خدت جزائي وخليه يشيلني من دماغه. وبعد كده يا باشا لو صدر مني اي شيء اعمل فيه اللي انت عايزه. يعني انت حجتك دلوقتي قبضايا؟ قول لك نظر يا باشا. ماشي يا حربي انا هقصر قبضايا عنك وحسيبك تروح كمان يا حبيبي، بس خلي بالك اللي حصل لك امبارح كان مجرد قرصة ودن، فاهم يالا؟ ممكن اسألك سؤال بسيط يا باشا؟ عايز تسأل تقول ايه؟ انا عايز افهم حاجة واحدة بس، انت بتعمل معايا كده ليه؟ امشي يالا من قدامي، بس خلي بالك انا عيني هتبقى عليك كل لحظة ومش هغفل عنك ثانية واحدة. أي غلطة هتعملها في المنطقة يا حربي أبواب الأذى واسعة أوي. تأمرني بحاجة تانية يا باشا؟ غور يالا من قدامي. بالإذن يا باشا بالإذن. يا سويس ده احنا هنخش نطمن عليه ونديله الحاجه دي في السريع السريع كده. ايه ده؟ ده عيش وحلاوه وعلبه سجاير. الله يخليك يا شويش عشان ادعي لك. ده الواد بركه، ده بركه بجد ودعاء مستجاب، جرب بس. قلت لك الزر ممنوع، خد الحاجات دي سلمها في الامانات. زين زين حربه حربه. بالسلامه يا حربي. بالسلامه يا صاحبي. كفارة صاحبي. أقول لك إيه؟ خد ده أكل وسجاير. ساكت كده كتير ولا ايه؟ فك بقى يا عم، كله بيعدي. اتبهدلت وتهنت قوي يا زين، صعبت عليا نفسي. عاش ولا كان اللي بهدلك يا صاحبي؟ انا مش عارف الجدع اللي اسمه اكرم ده حاططني في دماغه ليه، لكن وديني وايماني اللي قرب مني تاني لكن ذبح. لا في عرضك يا عم حربي، انت لسه خارج من السجن وبقول عليك عاقل وتقيل وبص لبكره. انسى صاحبي، ارمي ورا ظهرك. وبعدين يلا دقت على راس طبول. على رايك يا زين. لازم نستحمل يا حربي. حد الكيكه ما تبقى في العالي والدنيا تلعب. ولا انت هتنسى كلامك ولا ايه؟ بس وحياتك عندي يا زين، وحياتك عندي. لما الكيكه تطلع في العالي، لاخد حقي تالت ومتلت من كل اللي داس لي على طرفي. قول يا باسط. على فكره المعلمه انشراح كانت عايزه تيجي معايا تضمنك، بس انا قلت لها فوت على اسمي اشوف النظام الاول. لا يبقى واجب بقى نعدي نشكرها. ما كنت اتفهمت معاه احسن يا برسيسه. وانت شايفني بقول شكل للبيع يعني وبجمع المشاكل في حصاله؟ ما هو اللي واكل حقي ومش عايز يرد عليا والكلام مش رايح جاي. اصبري بس شويه يا معلمه، وعلى راي المثل
تبات نار تصبع على خير. لا واللي يصبر ينول يا ولا. طلع منديل من جيبك عشان اعيط على كتافك. وانا كنت بعلق فيك انت ورجالتك عشان اسمع منك البقين ما لهمش لازمه دول؟ يا معلم انا راجلك وكلمتك سيف على رقبتي. يبقى تقف لرشوان بيه وتوريه ان انا ورايا رجاله وان انا حقي ما يتاكلش. شاوري بصابع رجلك الصغير وشوف انا هعمل ايه. بس انا رايي يعني ان انت تهدي اللعب وتشوفي مصلحتك. احنا مش قد رشوان بيه ولا رجاله رشوان بيه. بذمتك مش مكسوف من نفسك وانت بتكلمني الكلام دوت؟ مش مكسوف من صباح نفسك؟ صباح الفل على احلى معلمه فيك يا مصر. برافو عليك يا واد يا زين، عرفت تطلعه اهو. ايه اللي عمل في وشك شوارع كده؟ الحقيقه معلمه اصلي وحشتهم شويه فكانوا بيحتفلوا بيا. ده انت شكلك كنت نجم الحفله. والله يا معلم كانت ناقصاك، والحقيقه كرموني اخر كرم. ربنا يزيدك. احنا والسامعين اجمعين يا معلم. بقول لك يا زين، ما كنت تشيله مرابعه توديه لقصر العيني. ما تصطبح بقى قبضايا وتقول يا صبح الله، الحكايه مش ناقصاك انت راخر. وبعدين قبضايا مش جاي لك اصلا. رجعت شكر للمعلمه لما عرفت انها كانت ناويه تضمني في الاسم. انا عمري ابدا يا حربي ما سيب الرجاله اللي بيشتغلوا معايا. وعشان كده يا معلمه كلنا مستعدين نخدمك بعينينا. طب روح ريح كده وخد لك 4 ايام وتعالى لي اليوم الخامس عشان نتكلم. لا يا معلمه اريح، ده ايه؟ انا قلت بس افوت اتشكر لك الاول قبل ما انزل انا وزين والواد بركه عشان نلم غله النهارده. وانت هتعرف تشتغل كده النهارده؟ مفيش عليها يا معلمه انا حديد. المهم بس ولاد الحرام يسيبونا في حالنا ويبعدوا عننا. طب يلا شدوا حيلكم وانزلوا الشغل وارجعوا لي بحاجه حلوه اخر النهار. ماشي يا معلمه بالاذن. سلام يا معلمه بضايع. غلط، اكبر غلط يا معلمه، عشان تركبي شويه عيال هتيه زي دول على كتافنا ويدلدلوا رجليهم. انت اللي عملت الغلط بايديك وانت اللي ركبتهم على كتافك يوم ما عملتها معاهم اول امبارح وخبت. يا معلمه يا معلمه ما يصحش، العيال دول لو اشتغلوا معانا هيشبهونا. على اساس انك كنت بتكمل علامك في لندن وجاي تستجم يا ولا في مصر. شوف شغلك، خليك في نفسك وركز في مصلحتك، مالكش دعوه بغيرك. يلا هاد يا شنيب منك لو راس البر قفلت، هنولع في الوكاله. شكرا يا احمد، يلا باكل بسكوت بتاع كل يوم بسرعه. ها نورت الحته. بلغوكي بالخبر السعيد؟ شكلك كده مستعجله. انا مش هطول عليكي، هي كلمه ورد غطاها. ايه رايك في اللي سمعتيه؟ هي كلمة برضه ورد غطاها. ابعد عني يا قبضايا. تأدي الكلام ده يا بت؟ شوف يا معلم، البلطجة دي تنفع معاك في أي حاجة إلا موضوع الجواز ده. أصله باختصار رضا وقبول، وأنا لا راضية ولا قبلك يا أخي. تتجننين يا بت؟ علاقة الرضا والقبول بالجواز؟ يا بت لما تعرفيني وأنا بتمشى قدامك في الصالة هتغيري رأيك، وبعدين أنا بلغيك في الرايحة والجاية، إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن أنا كنت بضحك في وشك بس عشان أتقي شرك، لكن أنا لا طايقاك ولا حتى طايقة ريحتك. وحكاية الجواز دي بقى أحسن لك تنساها خالص. اسمعي يا أمورة، أنت نخشة وحلوة، تقل أدبك على قبضايا؟ لا سبيدي. حاضر، شفت أنا بسمع الكلام إزاي وأبقى زوج مطيع؟ أنت كمان لازم تسمع الكلام. وإن ما سمعتش الكلام وقلت لا، الوش الجميل ده هيبقى للذكرى الخالدة، كل ما هتبص في المراية كده هتفتكري قبضايا، شوية مية نار هيطرطشوا على وشك وهتنطفي أمورة الحتة، وهينطفي معاها نار قلبي اللي قايده. والله انا بقول شعر موزون يا اموره. حسبي يا اموره لا تقعي. اسمعي، انا قلب ابيض وهنسى كل كلمه قلتيها، وهسيبك تفكري وترتبي حالك لحد ليله الدخله. بيت يا بيت يا بيت يا بيت يا، كل حاجه قديمه للبيع، اللي هترميه فيه اللي يشتريه. اوعى ترمي حاجه يا بيه، اوعى ترمي حاجه يا مدام، في مجفلين هيشتروا ويدفعوا اوان. يلا بسرعه قبل ما نطلع قدام. بيك يا بيك يا بيك يا بيك يا. ما انت لسه فاكر يا حربي؟ يا سلام، صحيح من فات قديم وتاه. انا بقى نفسي اتوه وما ارجعش للغلب ده تاني يا بركه. يا ستي هما 2 جنيه، عاجبك عاجبك، مش عاجبك اتكل على الله، خلينا نشوف اكل عيشنا. الله، الواحد مش ناقص من اهدى يا ستي. في ايه زين؟ يا عم جايبه حته ما تسواش حاجه، بقول لها 2 جنيه ماسكه هي في 3. يا ابني هم 2 جنيه في الزمن ده هيعملوا ايه بس؟ هات يا عم زيد 5 جنيه اهم يا امي، مرضيه؟ الهي ربنا يخليك ويعلي مراتبك كمان وكمان، قادر يا كريم يا رب. ربنا يا ابني يبارك لك فيه يا رب.
كده الكيكه مش هتطلع في العالي خالص يا عم حربي، ده كده هتنزل في سبع ارض. اوعى تندم لما تعمل خير يا زيد. يا عم الحكايه مش مستاهله ندم، ما هو شحاته بيشحت من شحات زيه، اولها شحاته واخرها شحاته، وهو الشحات هيفضل كده لا طايل سما ولا طايل ارض. شوف انا ما فهمتش حاجه يا زين، بس يعني صبر طيب، صبر طيب. يلا وريني يا ستي معاكي ايه. بيك يا بيك يا بيك يا بيك يا بس كده. انت تؤمر يا عنتر بيه، وعاوز بقى الطلبيه دي على امتى؟ عايز نصها النهارده بعد الظهر، والباقي الاسبوع الجاي، يكون كل ده عندي في مخزن المشروع. حنفي انزل قول للرجاله يحملوا العربيه بحديد التسليح ويطلعوا فورا على مشروع عنتر بيه. عايز البضاعه تكون موجوده هناك خلال ساعتين بالكتير. الحكايه ولا شلون بيه؟ انا كنت عايز اقول لسيادتك. انت لسه هتحكي لي حكايه؟ يلا يا حنفي. بعدين. ماشي يا باشا. يا اهلا، ازيك يا عنتر بيه؟ الحمد لله. الطلبيه اللي انت طلبتها دي كنت ممكن تطلبها بالتليفون. عاوز اعرف ايه سر الزياره الميمونه دي. عزام كلمني النهارده في التليفون، عايز يقابلنا بكره عنده في الكباريه. اشمعنى يعني؟ الباشا الكبير اتصل بيه، ظهر ان في عمليه كبيره اليومين الجايين دول. ما قالكش عمليه ايه؟ لا ما قال. خلاص انا بكره هكون عندكم الساعه 10 في الكباريه عند عزام. طيب اقوم انا اشوف احوالي وانا اقوم اوصلك. اوعى تنسى ميعادنا بكره يا رشوان بيه. معقول يا عنتر بيه؟ بكره هكون عندك بالتمام والكمال ان شاء الله. ان شاء الله. سلام عليكم. مع السلامه. ها حنفي ايه الاخبار؟ العربيات بتتحمل كلها ساعة، والبضاعة تبقى عند عنتر بيه. هاي بس في ايه؟ لسه هتبسبس تقولي فيه؟ في مشكلة عندي، طلبات كتير والبضاعة قليلة يا باشا. لحلح نفسك شوية، اتصل بالموردين خليهم يضعفوا البضاعة شوية. الكل زعلان يا باشا من الأسعار الجديدة، وزي ما أنت عارف المعلمة انشراح منعت البضاعة عننا، مع إنها إيه؟ مخازنها مليانة وهي الوحيدة اللي ممكن تسعفنا يا باشا. حلو قوي، مليانة إحنا نفضيها وتقول لنا ده الحل الوحيد عشان ارضى عنها وتنسى كل الكلام الفارغ اللي قالته في مكتبي. فاهم؟ ونعصلجت ونعصلجت بقى وريها العين الحمراء. المهم ما ترجعش وايدك فاضيه. هذا العربية يا مدير. يلا يا فندم. ايه المباحث اللي بنت دول؟ الجنوب خدت على المنطقة وما ينطلنا كل شوية ولا ايه؟ ربك يستر على اللي جاي.